تأخرنا في التمثيل شوية. كنت أقول لأختي يا باي يا أختي، والواحد يبصر للناس اللي زي كده، يقول يا أختي إحنا فين وهم فين. قلت لها من قلبك يعني، هو كل واحد ربنا ما يطلب حاجة ما يديها له طبعا. ما تدخليش في مالكيش فيه. أنا دميانة نصار حنامة، حفظت المنيا مركز ملاو البرشة. احنا 6 بنات طبعا ولدي يعني، والعشاء ما كانش قوي يعني، فوالدي ما كانش عنده تلفزيون، فكنت اروح عند بيت خالي، عند خالتي مع اولاد عمي واولاد خالته والجيران. لما لقينا ابويا متمسكه بالحاجات ديت انا واختي الكبيره، فراح جاب لنا واحد اللي هو الابيض والاسود ده، طبعا ما كانش فيه الوان زمان، ده الكلام ده ديله بتاع 25 سنه. انا يعني حبيت اللي هو يروح لبيت مش ليا يعني. انا كنت اسمع عن الاستاذه سنة لما تعمل مسرح شارع وتعمل وتعلم البنات، فباها بصدفه جبالها قال لها انا معايا بنتي او تسمع، قالت له هات، فراحت. الكلام ده له 7 سنين. كنت تلاقي بنتي يعني عايزه تشيل المسرح والتمثيل، خلاص يبقى ربنا يعوضني ببت مش فايه. طبعا بلدنا دي حسب العاد والتقاليد، فيقولوا لي انت تودي بنتك المسرح وتمشي في الشارع تعمل، طب يعني دي مش حاجه عيب ولا حرام. فلما راحت وعملت كانت تيجي تحكي لي احنا ما نعمل كذا يا ام، احنا ما نعمل كذا. اقول لها طالما انت مبسوطه وحلوه يا بنت احنا خلاص. هو انا ما فيش ما ينفعش عندي انا شغل زي اي ست، ممنوع شغل ست، ما فيش شغل عندي. تشتغلي بنظافه وامانه وابتسامه. فوعد لما الاستاذ عمر جه الجمعيه وبتاع، فما تقول لي ما تقول لي يا ام في مخرج جاي الجمعيه ينقي واحده من الستات تقوم بدور فيلم، هتروح يا ام؟ روح، مش هتروح براحتي. قلت لها لا هروح طبعا، بس انا ساعه ما كنت راحه كنت اما افكر ان انا اوصل للمخرج ده كنت حاسه وانا ماشيه من جوايا اللي هو هيختارني انا، مش عارفه ليه كده حسيت من جوا قلبك لما يقول لي انت. وانا ماشي حتى وانا رايحه كده كنت مطمنه، فلما رحت عاد وقعدت فهو قاعد يسالني شويه سؤالات عن عياله وعلى بيت دين كذا وكذا وكذا. كنت ما اقول يا رب يا رب يا رب يختارنا يا رب فعلا ياخذني يعني من جوا. كنت اسال عيالي طب يا ماري يا الاستاذ عمر اختارني وعملت الفيلم ده يا ابوي عيب ولا حرام؟ يقول لي لا يا ام ده حاجه حلوه طبعا. اقول له انا عارفه يا ابويا بس انا لازم اخذ رايك برضه، هايدي زي كده وابو ماريو. قال لي ده حتى ابو ماريو كان عاملني اللي انا اخش ضيفه شرف وما بقاش بطلت الفيلم، وقال لي يا خلاها تروح تتعلم حاجه وتفهم الدنيا وتفهم الحياه كده. عد سافر ورجع تاني، جه عاد قال لي طب انت يا ام هايدي انا خلاص اخترتك انت وهتعمل فيلم وتقومي تعمل كذا. قلت له يا استاذ عمر انا مش متعلمه طبعا. قال لي عادي يا ام هايدي ما فيش مشاكل، ده مش بالعلم ولا اللي. فجيت عاد لما قال لي ده انت تروح القاهرة، قلت له عادي ما اروح القاهرة يعني عيالك وكده. قلت له فجيت عاد قلت لجوزي وابني وبنت هايدي ديت، ابني شجعني قال لي يا ام ده حاجة حلوة، واخواتي برضو صبيان قلت لهم، ومعايا بنت عم برضو دي اختي في احتبر في نفس البيت برضو شجعني، هما اللي شجعوني اكتر. فربنا حقق لي بس متأخر يعني، اتأخرت قوي يعني بعد ما اتجوزت وخلفت وكده. ما هو طبعا لما كان يقول لي على المشهد اقول له يا استاذ عمر انا اصلا يا متعلمه او كده، كنت اخد منك السيناريو بالليل اقراه واصبح الصبح يعني اخش على المشهد، ما كنتش اتعبك. كان يقول لي لا انت احسن من المتعلمين طبعا. لما كان يقول لي المشهد واخش كنت اما كان ما زعلان عليه، هو مش زعلان على نفسي انا. اي يعني اي مشهد كان يقول لي كان يبقى ماشي يبقى صعب يبقى سهل، المهم ان انا اطلع المشهد بتاعي يبقى شغله مظبوط. هذا اللي هو انا كنت حاسه بيه، بس ما كنت ابقى تعبانه شويه ويتعب كان يجي يتاسف لي اقول له يا استاذ عمر ما تتاسف احنا اسفين يا ام هايدي احنا تعبين. فالصراحه مرت الايام انا كنت كل يوم احلم وافكر احلم انا هعمل، بس ما كنتش خايفه انا مش مخاف يعني، كنت مطمنه ان انا ربنا هيبقى واقف معايا.